النادي الاهلي، مبروك بالتاكيد التتويج بهذا الدوري، مبروك الفوز بهذه المباراه، نتيجه كبيره، عملتوا نفس نتيجه الدور الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكرك جدا على المقدمه الجميله ديت. الحمد لله ماتش كان صعب جدا بالنسبه لنا، او الموسم كان بالنسبه لنا كان صعب جدا جدا جدا. موسم احنا بقالنا سنه بنتمرن وشويه كل شويه يقف، وفي فرقه عندها حصل لها ظروف كورونا، قعدنا كده كتير جدا. غير كده كمان ان الزمالك سافر بطوله افريقيه، فالدوري اتاخر كمان شهر، فالموضوع كان صعب جدا علينا. لكن الحمد لله يعني احنا فرقه رجاله فعلا بمعنى الكلمه، معانا مدرب يعني على اعلى مستوى، يعني الله يكون في عونه، بيتعب جدا جدا جدا، فانا بشكره بقول له انت تستاهل كل خير. وجمهور الاهلي الحمد لله يعني بجد مش عارف اقول له ايه، يعني يعني من كام يوم احنا كنا عندنا ماتش مع طلائع الجيش وخسرناه، كان بيدعمنا بشكل كبير جدا جدا، فعايز اقول لهم يعني بجد الف شكر على وقفتكم جنبنا، والحمد لله اللي انتوا يعني واثقين فينا الحمد لله. يعني من 5 سنين هم عارفين ان الفرقه دي رجاله وقد مسؤوليه، وكمان يعني بنيجي في وقت صعبه بقى صعبه، الحمد لله رب العالمين. اعتقد يمكن لو بنتكلم على والله الحمد لله ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى عليا يعني، وده مجهود كبير، سنين كبيره يعني سنين كتيره عشان الواحد يبقى في اللي هو فيه دلوقتي ده، ودعاء امي ربنا يا رب يبارك لي فيها وزوجتي، ويعني الحمد لله رب العالمين، يعني ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى عليا، وربنا يديم عليا نعمه ونقعد اكتر وقت في الملاعب. توفيق. واخيرا ناس كتيره جت النهارده حضرت، وناس كتيره بتتابعك عبر اون تايم سبورتس من هذا اللقاء. عايز اقول لهم الف شكر، احنا وعدناكم ان احنا ناخد الدوري والحمد لله خدناه، وانتوا تستاهلوا اكتر من كده، وان شاء الله باذن الله نعودكم بالكاس كمان، انتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير. في لك شكرا حبيبي.